دي رجعنا لكم ل 11:47 دقيقة. رجعنا لأخبار النجوم اللي متهم حتى. تفضل زابينج. هيا شنو حوالكم؟ اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم في اخبار النجوم، الاخبار اللي ما تهم حتى حد، من الناس كنت حتى تعرف. حبش تتبدل هذه من اول سيزون من عام ناول من عام ناول نعم نعم الاثنين تولي اللي واجهه تحب تعرف قطره ان شاء الله هاي كان انا قعدت حسين. نبداو اخبار النجوم. تصريح ولد خو عبد الحليم حافظ نهار 17 جانفي 2021 في برنامج اليوم السابع، قال انه جثمان عمو عبد الحليم حافظ بعد 31 سنه من وفاته ما تحللش الجمله مازال انتاكت. قال انه هو مشى للمقبره مع خبراء ومهندسين باش ينقلوا جثمان عمو على خاطر كما نقولوا غرقت البلاصه فيضانيه وكل شيء. قال زاده انه هما يشبدوا في الجثه، عيطوا له باش يشوف. قال شفت حاجه معناتها مانيفيك مزيانه برشا، عمي بشعره لكحل نائما، انا ماذا بين صدقوا فهمت حتى انا ماذا بين صدقوا الحقيقه. قال قال ممكن قال ممكن الاعمال الخيريه اللي كان يقوم بها اللي شبعت فيه. قلت لك انا ماذا بين صدقوا من الدكتور بوغيرا اللي فيه يقول انه معناتها علميا علميا صعيبه برشا الحكايه. ومن بعد في وسط الانترفيو فهمت اللي هو حب يعمل بوز هكي صغير شويه، خاطر قال ديريكت اونشينا كما يونشيني وديع الجري هو اونشينا. قال سيتم طرح مذكرات صوتيه قريبا للراحل ويروي قصص الحب اللي عاشها مع الفنانين في الوسط الفني وكل شيء فهمت معناتها اونشينا هو اي هو باش يخرج لا خاطر ايش نقول لك راهو الفراعنه كانوا قبل يحنطوا الجثث معناها وكل فهمت بوتيتر بالك شي علميا عملوهاش لعبد الحليم ولكن انا بدي كل واحد عنده دكتور بوغيره في صحيح بوغيره متاعي انا حاجه اخرى انا بوغيره متاعي قال ما فهمش بوغيره مش بوغيره بوغيره كان ضيفي في التلفزه الجمعه اللي فاتت هو صحح لك هو بوغيره غيره جايه من الحرب حطوا غيره في مخه على الاخر. نحكيو على اوسكار العرب في القاهره في مصر اللي كرم فنانين العرب على اعمالهم الكل واللي قدمته احلام لفقيه بنتنا اللي موجوده في مصر اي تي بالعربي. هذه بلاتفورم وبرنامج فرد وقت على الانترنت وكل لقبوها بملكه جمال تونس. هي حلومه تبارك الله مزيانه برشا اما ماهيش ملكه جمال تونس يا اي تي بالعربي. وسالوها بالطبيعه على تواجدها في مصر والباتش المصري اللي عند التوينسا كيمشيوا لمصر تصب لها ديريكت اللي نسمع. وقدمت الحفله ملكه جمال تونس احلام فقيه اللي متواجده في مصر لتحضير عمل فني. هو فيلم حيكون فيلم انا بطل في معي بطل معروف جدا يعني هو ممثل مصري يعني ايوه مصري ايوه ايوه ده ايوه وش وش ايوه انت هو ده بخبره ايش تحب تنصحها خبره شنو انا شهزتني لمصر مشيت لمصر ليه بخبره شو مهززني مشيت من عرش نتكلم مشيت في مهرجانات نتاع مسرح شاركت بالمسرحيات نتاعنا باللهجه التونسيه ديما ناخذوا جواز وراحوا لرويحاتنا معني حتى كيف يجينا جورنيست تحكيوا معنا على زعم المسرحيه وكل وتحليل وكل نحكيوا بالتونسي والا بالعربيه شويه باش نقربوا انا نتصور مع الفيزا يعملوا كونتروتيان ايوه مع الفيزا المصري يعملوا كونتروتيان بالمصري تقول كلمتين اظن بربي ايوه انا نقول لهم ايوه 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 كده يا وديع تاخذ فيزا ايوه 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 قبل كلمتين اظن ظلي انا ودليل ما عادش ناخذ فيزا امبوسيبل صب المصري ما يقبلوكش هكاك تفادلك في الراديو. نحكيو على ظافر العابدين اللي هبط التصوير نتاعو ما عنديش برشا وخليت في الكومنتيرات خليت عمري لا ريت كومنتيرات معناتها في الحجم هذاك حتى ملوخيه درساف قدامه راكش ظافر العابدين قال لك يشبه برشا للفنان العراقي كاظم الساهر وفما شكون زاد قال يشبه ياسر لجورج وسوف جورج وسوف كاظم الساهر في فرد في ظف العابدين حاسينه خلطه مزيانه ظف العابدين كما قاعدين نشوفوا على اي اف ام تي في بالرسمي هي معناتها لوك لوك مش مستانس يعني ديما مالغازيه ما مش هكاك ولحيه وشلاغم وكل يمكن يحضر في رول نتاع مسلسل ولا فيلم ولا فيلم حرقت لي الفان مش اعلاميين في بعض هيك نحكيو على نحكيو على الفنان الكندي امك انا امك نجم شنو المشكل تحب تكملها انت ريبريك نكملوا مع الفنان الكنديان دريك تعرفوا دريك وش وش دريك مش اللي يسكن فوقك دريك واحد اخر هذا فنان كنديان معروف على الاخر طلع مش بونكتويل جمله كيما
على على خاطر تعرفوا الام بي اي، تعرفوا الشامبيونات تاع الباسكت الام بي اي، جوارات الام بي اي عندهم الحق يستدعاه واحد من صاحبهم باش يجي يتفرج، صحيح باش يجي يتفرج في الماتش. اي أيوة. جوار عنده الحق مثلا انا نستدعى دالي نلعبوا مثلا في كاليفورنيا نقول له دالي جا تفرج وكل شيء. جوارات جولدن ستيت جمعيه معروفه برشا في الام بي اي استدعاوا دريك باش يمشي معاهم للديبلاسمون الكاليفورنيا، مشاو لعبوا كل شيء وبعديك باش يروحوا معناتها باش يطلعوا في الطياره يرجعوا لبلادهم. عمل 10 دقائق ريتار على الطياره وعطل الجوارات وعطل الطاقم الكل نتاع الجمعيه هذيا. القانون واضح، تفوت 5 دقائق قانون نتاع الجمعيه معناتها وريق قديم منظمين تفوت 5 مش الطياره الجمعيه، صحيح هي الجمعيه عامله قانون تفوت 5 دقائق خاطر الطياره نتاع الجمعيه هي وش مش فهمت متقدمين علينا برشا هي بطون نحكي بعد فاز هذيك عليه دونك تفوت 5 دقائق تخلص 500 دولار وثلاثه جواريت ومنهم دريك خلصوا 500 دولار دونك خطاوه. بون 500 دولار هي ما حتى طيشهم فهمت. احكي لنا فازتك. انا اول مره في حياتي نسافر مشيت لاسبانيا دونك سافرت ومشيت وخدمت هكا بياس دو تياتر وكل ومروحه دخلت فك الفريشوب واختصت وادي وبحليهم هذوما وخادمه وعندي فلوس فهمت نشري بعد ما تسمع في اسم يشبه الاسم مش اسمي وخيها خندوبي يا ربي زعما وخيها خندوبي وصوت ضيع وخيها خندوبي وميكروات ودخيها خندوبي شنو هو ذايا وخيها خندوبي شفت البي مشيت حطيت مش نهت كبدي بالجري مش لعب وخي عاملوا فيا كلموني بالخط قالوا لي هاك الحاجات نتاع شبيك اورتار وكل شيء فهمت وانا قلت لهم خيها خندوبي وجيها الجا مش نصلح في الاسم حاسيلو ذاك علاش بيطلع الطياره. كملوا بالفنان. الحمد لله يا ربي المغرب اكتشفوا فوزي بن قمره نتاعهم. الفنان المغربي سعد المجرد اللي في البرنامج ام بي سي ترندنج عمل تصريح على معناتها قاعد يدور برشا التصريح نتاعو قال كصدقه جاريه باش يعمل الاذان معناتها باش يهدي الاذان وباش يسجل الاذان بصوته معناتها كصدقه جاريه وقال زاد انه باش يعمل برشا اغاني دينيه باش يخرجهم في الالبوم نتاعو الجديد. قلت لكم هذاك عليه قلت لكم المغرب الحمد لله لقاو فوزي بن قمره نتاعهم دونك فوالا نكملوا بالفاز هذايا. علاش منطق صدقه جاريه؟ علاش صدقه جاريه؟ عامل مزيه لازم يكون عامل مزيه جوستومون كانه عامل مزيه هاي صدقة جيريا باش نقرا لكم باش بصوتي باش نغني لكم اغاني دينية. يصلح قاعد مع ربي ما عنده برشا سوابق يظهر لي هو قريب يظهر لي بشعر تنزل حتى هو بعد عاود يرجع لا سابق شعره جديد اعتزال توا حبيبي زين باش يكمل الراجل يعجبكش. نلقاو سعد المجرد مع شمس الدين باشا في الصيف. شمس الدين باشا غنى اغنية دينية مزيانة على ياسر محلاه وطلع بطلعات في صوت وعمل حاجات تتهبل بالحق عليه بارك الله عليه عنده محلاه 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 نحب نسكروا البرنامج هكا نكون وصلنا لاخر حلقتنا نعطيو الريزلتا بالطبيعه تاع السونداج اللي سالناكم فيه شنو رايكم في قرار دمج الثلاثيتين الثانيه والثالثه للتلامذه. 41% قالوا هو حل مناسب و59% قالوا ماهوش حل. دونك وزاره التربيه خذ بعين الاعتبار الايجابيات وماذا بينا كان تعطينا لي زافونتاج نتاع ادماج الثلاثيتين الزوز مع بعضهم باش بالحق لي بارون يفهموا باش يفهموا متصوروا ما ساد هذوما اللي فوتيو خاطر تنحت لهم وعطلة نصف يجي غدوة تحب ما يجيش ما يجيش اقسم بالله العظيم حكيتك هكا انا النزه المربين على المنطق نتاعك النزه اسكت من غير ما تجي غد يعطيكم الصحة يا سيدي الأولاد إلا دليل. شكرا لكم الناس الكل اليوم في البرنامج المدام وجهها تحية كبيرة للمخرج الدكتاتوري تحية كبيرة أمين سعيدي أمين أبو غنجة مرست علينا اليوم زادة كيف الدكتاتورية بتاعها أما ميسالش فما حتى مشكلة تستاهل أنت بتفهم كان كيكة إيمان وكنزة في إف إم تي في محمد مرزوقي في السيت شكرا لكم نخليكم عام كرثوم بعد بالطبيعة في نفس الموعد باش تجيكم خلود مبروكة. انا نقول لكم شهية طيبة وبرشا بوسات